إن منظمة الاتحاد العام للعمال الجزائريين العتيدة بتقاليدها النضالية العريقة متعوة في هذه الظروف الخاصة المتميزة بوضع اقتصاد صعب وبتفشي وباء كوفيد 19 وانعكاساتها ذلك على الحالة الاجتماعية لفئات واسعة من العمال، مدعوة كما عهدناها للانخراط في مسعى تقوية الجبهة الاجتماعية وتحسينها من محاولات الاستغلال المريب لهذه الأوضاع يزرع الشك وإثراء البلبلة، وإننا لعازمون على تسريع وتيرة معالجة الآثار الاجتماعية والتكفل تدريجيا بإخواتنا وإخواننا المتضررين من العمال والعاملات بالسهر الدائم على متابعة تنفيذ السلطات العمومية للبرنامج المسطر والقرارات المتخذة في هذا الشأن.